الوفاء بالوعد والعهد شيمة من شيم الكرام في مجتمعنا العربي، والصفة الأسمى من صفات الرجولة، والخلق الحسن، وهي خصلة نشأنا عليها وأمرنا بها ديننا الحنيف، فلها عظيم الأثر على الفرد والمجتمع. أما الإخلال بالوعد فله أثر سيء ويشيع الخلاف بين البشر. في ملف الصباح سنناقش الفرق بين الوعد والعهد وتأثير الوفاء بالوعد على الفرد والمجتمع، ونسأل من هم أكثر الناس وفاء بالوعود. حول هذا الموضوع يسعدنا استضافة الدكتور نادر ياغي، الاستشاري النفسي بمركز ياغي الدولي للاستشارات. أهلا وسهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا. طبعا موضوع جدا شيق. ونود أن نعرف الفرق ما بين العهد والوعد، هناك فرق شاسع. صحيح. نعم تفضل دكتور. البداية، الوعد هو ممكن يكون بين طرفين فقط. أنا بكون أنا وعدت بشيء معين، أنا وعدتك بأني أنا حوقف شرب للسجاير، أنا وعدت شخص آخر بأني لن أذهب إلى هذه المنطقة، أنا وعدت. دائما الوعد بيكون في بعض الأحيان ما بين طرف الشخصين أو أقصى حتى 3 أو 4. الوعد غير ملزم. ما معنى ذلك غير ملزم؟ يعني أنا بوعدك بشيء، يعني في بعض الأحيان، وهذه طبعا هلا كل اللي حنحكي عليه حتلاقيه في 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 4 عناصر، اللي هي العلاقة ما بين فردين فقط، العلاقة ما بينه وبين أسرة، العلاقة ما بينه وبين مجتمع، العلاقة ما بينه وبين دول، لأنه حنلاقي في حاجة اسمها وعود وعهود بيني وبين دول. كل هذه الأشياء إلى أهمية في حياتنا. خلينا نبدأ بموضوع الوعد. الوعد هو ممكن يكون فيه ممارسات يومية، يعني أنا إذا يومي بيستمر من 8 إلى 11 ساعة، أنا في الوطن العربي بالذات في عندي لا يقل عن 22 إلى 28 وعد. معلش بتضحك لانه عارفه شو كان بيصير تحت الهواء. نحن في الوطن العربي نحن اشخاص نحب نعطي وعود، يعني بشكل طبيعتنا بشكل غير طبيعي، يمكن لاننا عاطفيين. اول ما بنصحى الصبح احنا بنعطي وعد. بنصحى الصبح، انا كنت معطي وعد بالليل اني حكلم مش عارف مين لما اصحى الصبح. هذه ابسط شيء، مش مزح، يعني احنا بنمزح، بس هذا السلوك سلوك فرد في الاخر حياثر علي انا كمجتمع. انا كنت بحكي مش عارف مع زوجتي بالليل او حتى خطيبتي، اي شخص معين في علاقه عاطفيه او صديقي، انا اول ما اصحى الصبح وعدا والله بجد هاي المره هيك بهذه اللهجه انا حكلمك، يصحى الصبح ما بيكلمنيش، يعني هذه كارثه. هنا بدايه حاجه احنا مش قادرين نستوعب انه الوعد ما في مزح. هذا الوعد، الوعد قد زي ما قلنا احنا ممكن يكون فردي ما بيني وغير ملزم، فنحن ماخذينها من هاي النقطة. احنا غير ملزم، يمكن لانه نحن شعب عاطفي. شعب عاطفي، شعب احنا بنسميه شعب احنا كلامي، احنا شعب أيوه. نتحدث اكثر ما ننجز. نحن شعب نتكلم وعواطفنا جياشة بشكل غير طبيعي. ولكن لما نيجي على الواقع فتلاقيه شيء مختلف نهائيا. العهد شيء مختلف جدا، وهذه هنا المشكلة الكبيرة. العهد الآن يجب أن يكون في عهد بيني وبينك. هذا العهد اللي بيني وبينك في بعض الأحيان قد لا يكون عبر الورق، قد لا يكون عبر أنه ممكن يكون اتفاق قانوني أو شيء، ولكن الآن في عهد بيننا أنه إن شاء الله إذا أنا تمت هذا المشروع أنا فأنا حعطيك مبلغ كذا، هذا الكوميشن تبعك كذا. في بعض الأحيان مع رجال الأعمال الكبار أو شخصية بتكون محترمة. نعم الكلمة هي أصلاً عقد. بس أنت قلتيها. إحنا هذا حنرجع تاني برضو لمفهوم الوطن العربي. بيجي في الآخر بدون عقد مثبت أو بدون أي عهد أنا أثبتنا هذا الشيء، بيقول لك كلمتي أنا خلص عقد. كلمتي أنا انتهى. قاطعة، ما فيش فيها شيء. هذا كمان من نوع أنواع اللي إحنا بنسميه العهد. أنا عهدتك بهذا الشيء. ولكن هو الإجراء الصحيح اللي حنتكلم فيه بعدين، لما يكون في عهد بيني وبينك يجب أن يكون موثق، أو يكون موثق بورق، أو يكون موثق ما بينه وبين طرفين أو شخص آخر يشهد على هذا شهود. الشيء أيوة. أني أنا بإذن الله زي ما خلص. في كتير طبعا كمان نرجع تاني للمواضيع اللي ما بين الأقارب، هم صغار، أنا وعدت أخويا أنه إن شاء الله لو أنا جبت بنت وعد أني خلص أنا حعطيك بنتي وهم حياخدوا بعض. هذه للأسف بتحصل، قبلية بتحصل، ولكن حتى الآن مستمر وبصير فيها خلاف. لأنه إذا حنروح نيجي نتكلم كلغة عربية أو كتطبيق شريعة إسلامية، نعم أنت وعدت فيجب عليك أن توفي بهذا الوعد. والعهد كذلك. هذا الفرق ما بين الوعد والعهد، إنه ممكن يكون كلامي في الاثنين، هو كلامي ولكن أكثر توثيقا عندما يكون هناك العهد بيني وبين شخص آخر يشهد عليه، أو يكون في ارتباط فينا ما بيننا وفينا ما بينه وبين بعض بهذا الميثاق أنه يكون على ورق. جميل. نعم. الآن عرفنا الفرق ما بين الوعد والعهد، خلنا نتكلم على تأثير الوعود في الفرد والمجتمع كذلك.
شوفي هلا تبدا الوعد معي من وانا صغار، تبدا الوعد معي من وانا في المدرسه انه الوالد وعدني او اي حدا، كل هيتنا حدثت معنا هذه الاشياء. ان شاء الله هذه السنه لما تنجح وتجيب مجموع كذا حجيب لك الدراجه كذا. تمام. في بعض الاحيان بطريقه مباشره غير مباشره قد ينسى زي ما انت بتضحك الان، انه هو تناسى او ما جابهاش، يعني مشاغل الحياه. هذه النقطه، هذه ما في شيء مزح، احنا ما بينفع، لانه هذه الكلمه مهمة جدا تؤثر، لأني أنا في الآخر تشوفي بداية علاقتي بيني وبين المدرس تبعي، بداية علاقتي حتى المدرسين في المدرسة كانوا بيضحكوا علينا ويكذبوا علينا، أنا لازم أقول الكلمة هذه بصراحة، يكذبوا علينا، كانوا بيبعدونا بأشياء معينة، أنتوا اليوم لو أنتوا عملتوا كذا كذا، إحنا حنعمل لكم كذا، إحنا حنطلعكم رحلة كذا، ما بيحصلش هذا الكلام، كل هذه الأشياء اسمها وعود، هو بيوعدونا بشيء ولم يفوا بيها، بعدين طبعا لما بيكبر بصير في خلافات، حنخش في موضوع سياسي ما بدنا نتخش فيه، هيقول لك كمان الحكومة وعدت حنعمل كذا، طب هو أنت من أنت صغير حتى لما تكبر مع القائد تبعك او مش عارف مين اللي حتى اللي معاك في العمل كمان بيوعدك انك انت لو عملت كذا كذا انا حاعطيك بونص كذا او كذا. هذه المشكله، الوعود كلها هي تبدا معايا انا صغير. من انا صغير انا من الان قاعد، هي كيف عمليه احنا بنسميها في سلوك المجتمع كما تعاملني انا عاملك، انا اؤثر واتاثر. ليش ليه بتطالبي مني انا اوفي بوعدي؟ ايوه ليش بتطالبيني اذا انت اصلا ربتيني ومن انا صغير في المدرسه والمثل العليا الأب والأم عندي كمان كانوا بيخلفوا فعودهم، ليش تطلبوا مني الآن؟ أنا وصلت لمرحلة 27 سنة 32 36 وبشتغل في شركة أو عندي أبناء، ليه بتطلبوا مني أنا أتعلم أني أنا أكون أفي بوعدي؟ إذا أنا تربيت وأنا صغير طول الوقت الوعد هذا عادي، يا جماعة لو أنتم بالفعل هلأ خلصتوا الدراسة تبعتكم بسرعة كذا حعمل لكم كيك. الوعود بشكل غير طبيعي، اذا 22 الى 28 وعد في اليوم، وعد في اليوم، انا بتكلم في يعني هذا المعدل، المعدل البسيط، لكن بتوصل في بعض الاحيان في اشخاص ما شاء الله بتوصل ل 100 وعد في 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 نساء في المربيات في البيت قاعدين في البيت بيربوا اولادهم ممكن في خلال الساعه الواحده اذا عندها اولاد تعطيهم مينيمم 6 وعود بشكل غير طبيعي ما لهم اي معنى. انت لو هلا قمت وسبت التلفزيون انا مش عارف اعمل كذا، انت طول الوقت هذه هي مشكله، هي مش كلمات، هي في الآخر اسمها وعد. يجب أن أفهم أنا أربي أبنائي. إذا اليوم أنا بالفعل أنجزت هذا الشيء ولم تعطيني هذا الشيء المقابل، أنا في الآخر حفهم أن أنت تكذب. لا تطلب مني أن أفي بوعودي مدام، ما هي عندي واحد من الاثنين، أنا أشوف الآن طفل شو حيفهم. تفضل، يا إما أنت بتكذبي علي يا إما هو ما فيش حاجة اسمه وعد. أيوة. وفي تلك الحالتين انت عملتي لي مشكله. انا حعتبرك كذابه وفي الاخر انا مش عامل اللي انت بتقولي لي عليه لانك وفي الاقل الاطفال كليتهم، بس في كمان حاجه ميزه عشان نكون يعني أكيد. واقعيين. الان خلال يعني تقريبا اقل من 4 سنوات الماضيه اصبح الموضوع الوعد بالنسبه في التربيه النشأ، انا بتكلم اللي هو من سن 6 سنوات لغايه 11 و12 سنه اصبحوا اذكياء ولا يعطيهم اي اهتمام للوعد، يعني خلاص بصير في بقاحة منه. أيوة. للولد بيقولوا ماما انا عارف انك حتكذب علي، انا حعمل هيك وانت مش حتعملي كذا. هذا هاي صار فيه شويه في احنا بنسميه الذكاء الاجتماعي، اخذها نتيجه المواقع التواصل الاجتماعي، اخذها نتيجه التلفزيون، اخذها نتيجه الخبرات اللي بياخذها يمكن من اخوانه الكبار انه ما تصدقهم مش حيعملوا كذا، فصير في تواصل ما بين الاجيال يبلغوا الاخرين. فموضوع الوعد بالنسبه للتربيه الناشئ الان اصبح في عندهم ذكاء انه فاهمين انه ممكن ما يفيش بهذا الوعد، ما صارش يهتم. طب دكتور على ماذا يدل النكد بالوعد أو العهد؟ الآن في مشكلة سواء كان على الشخص الفرد أو حتى على مثلا المجتمع، هي القيمة. شوفي الآن كفرد أو مجتمع أصبحت فاقدة القيمة، كلمة وعد فقد القيمة في الوطن العربي كاملة. أنا رجل من الوطن العربي وإنسان مسلم محترم ذلك كله، يعني حتى عشان ما حدش يفهم أنه أنا جاي من الغرب أو أنا إنسان غربي، لا، بس لازم نعرف ما الخلل في السلوك في المجتمع عشان نعرف نعالجه. أصبحت قيمة هذه الكلمة مفقودة نهائيا. أكثر فئة عندي عندهم مشاكل ممكن يكون في موضوع خلاف الوعد والعهد اللي هم في علاقة عاطفية وهو وعدها بالزواج بشكل غير طبيعي. هذه النقطة المهمة جدا اللي كلها هيتنا نعرفها. أنت الآن من جواك بتضحكي، لكن عندي قصص كتير من ناس حواليك سمعتيها، قد يكون ناس مقربين لإلك أو حتى أي شخص في مسلسلاتنا عارف. حتى في أفلامنا، حتى في هذه هي المشكلة الآن. أكثرهم الرجال هم من يعطون وعود إلها علاقة بالارتباط والعواطف بدون هدف وبدون سبب، لأنه فقد القيمة. أنا أوعد، أنا نفترض اسمي نادر، وعدت بامرأة اسمها سلوى بأني سوف أتزوج بها بكذا بكذا، هنا فقد القيمة لهذا الشيء لأنه هو مش هذا الحقيقي. ليش إحنا بقول لك الوعود أصبحت كليتها كاذبة، بالذات أنا بتكلم في الوعود العاطفية أو اللي هو وعد بأنه سوف يتزوج هذه المرأة لأنه عنده غاية أخرى.
هو ممكن يكون يريد أن يصل إليها جسديا، هو ممكن يريد أن بس بده يتسلى فيها عاطفيا. فعندي أكبر نسبة موجودين في موضوع الوعود بالذات الفردية ما بين فردين، هو الرجل والمرأة اللي هو دائما كلهيتهم. يعني اليوم لما تجلس مع أي امرأة، ما بين كل 10 نساء في الوطن العربي هتلاقي في منهم 7 لا يقل عن 4 من الرجال أعطوهم وعود بالزواج. بدليل أن في بعض الأحيان بعض هي جاءت عن دراسات هذه موجودة. موجودة هذه دراسة موجودة بدليل أيوة. في بعض الأحيان أنا بكون نجلس مع بعض الأشخاص، وأنت يمكن حتشوفيه حتى بعض البنات، أنه بتلف بعد 2-3-4 بيجي يذكر اسم شخص معين، بتعرف أنه هذا الشخص كان في يوم من الأيام بيحبني وكان وعدني أنه بدي الزواج وهكذا. فأنت بتلاقي فيه قصص كثيرة جدا. فلما نيجي هذه القصة حقيقية، هي المرأة لا تكذب هنا لأنه بالفعل في رجال، وهلأ عبر الإنترنت وعبر المواقع هذا ما بيكمليش أسبوع وفي الآخر بيقول أنا بحبها وإحنا بدنا نتزوج وبيوعدها، هذا اسمه واحد. ما هي المشكلة أنت بتعطيها وعد، هذا الوعد ما في مزح فيه. كما ذكرت فقدت هذه الكلمة لا نهائيا، لأنه صار بيعطيه لأي شخص. يعني في رجال بيتباهوا بأنه هو بيواعد مواعدة، هنا خلينا نقول بيشوف بنات 4 بنات ومن الأربعة هو موعد 2 حيتزوجهم، وفي الآخر هو بيروح يتزوج واحدة ثالثة غير اللي بتكلم عنه. غير عن هذه هي النقطة المشكلة تبعت الوعد. طيب من أكثر من يعطي الوعود؟ ذكرت الرجال هم أكثر من يعطونا وعودا يعني، ولكن من أكثر من يعطي وعودا؟ خلينا نقول ليس فقط كأفراد حتى كمجتمعات. طيب هو شوفي هنا عشان نكون منصف، عشان نكون للرجال والنساء، هو أيوة. من يعطي وعد أكثر هو الرجل، ومن لا يفي بالوعد هو الرجل أكثر من المرأة. وعندما توعد المرأة تعطي وعد بالفعل تفي به، ولكن في العهد هناك اختلاف. في العهد الرجل يوفي بالعهد أكثر من المرأة. المرأة غير ملزمة خاصة يمكن في الأعمال كما ذكرت كرجال أعمال لأن اسمه مهم في السوق طبعا. يعني المرأة في بعض الأحيان ما بتفهم يعني شو عهد. العهد اللي صار ما بيننا أنك أنت لازم ملتزمة في شراكة بيني وبينك وكذا وكذا وتعملي، فجأة بعد 6 أشهر أنا مش عاجبني المشروع أنا بدي أطلع. أيوة. سيدتي ما بينفع هذا الكلام، في اتفاق في لذلك دايما حتى بيقولك الرجال لما بيجوا يعملوا بيزنس أو جلسات إحنا بنكون متواجدين معهم بيقولك لو سمحتوا بلاش تدخلوا النساء معانا، لأن هم ما بيفهموش في هذه العقود وما بيقدروش عواطفهم يمكن تتحكم أكثر في هذه المشكلة. لذلك إحنا بنقول في العهد المرأة أيوة. ما بتفي بالعهد مش لأن هي تريد الخيانة أو أن هي لا تفهم، لا هي لأنها ما عندهاش معرفة كثير وممكن يكون عواطفها عن النساء. ليس كل النساء، بعض النساء. طيب نتكلم عن الشعوب الذين يعني يعطون عهودا ويوفون بها في دقيقة واحدة لو سمحت. باختصار أكثر شعب على مستوى العالم في العهد بالذات هو الشعب الياباني. اليابانيين في العهد كوعد أكثر ناس هم أمريكا وبريطانيا. الشعوب العربية الحمد لله في الوعد والعهد تاجي في المراتب الأخيرة جدا، لأنها ليس لها علاقة. ما شاء الله المحاكم عندنا منتشرة بشكل طبيعي، مش موجودة لعلم كمية المحاكم والمشاكل اللي بتحصل في الأوطان العربية، مش زي الأوطان اللي انت ممكن تسافر فيها. بالعكس المحاكم بتصير إلكتروني وتخلص من القصة، والوعود هنا ما يعني بتصحي الصبح لغايه ما بتلامي بالليل. انا نفسي للاسف مرات بخطئ في هذا الشيء وبعطي وعد وفي الاخر بضطر اعتذر، ولكن نحن نعدك بان استضيفك مره اخرى ان شاء الله. في دبي هذا الصباح هذا وعد يعني صادق باذن الله. انت ضيف دائم معنا دكتور نادر، نطرح مواضيع منوعه، نتمنى ان تلقى على اعجاب. شكرا لك. شكرا على وجودك معنا، وفائك بالوعد ووصولك بالوقت ان شاء الله.